تولي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو درجة إلى 3 درجات مئوية، مع تأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا. أتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام، مع فرصة لهطل زخات من المطر في المرتفعات الساحلية ومائلا للبرودة ليلا وخاصة في المناطق الجبلية، مع ارتفاع بنسبة الرطوبة السطحية صباحا على المناطق الغربية ورياح غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحيانا تثير الغبار خلال ساعات بعد الظهر، والبحار خفيف ارتفاع الموج.